واحد يقول ايه هل رجال الكهنوت سواء كانوا من الرهبان كهنة او اساقفة او بطاركة او كهنة علمانيين هل تمتد حياتهم في الفردوس او في الابدية بعد الانتقال من هذا العالم؟ هل تستمر خدمتهم في الكهنوت؟ عايز اقول لك ما فيش خدمة كهنوت في العالم الاخر. الكهنوت عبارة عن تقديم ذبائح في سر الإقدسية لمغفرة الخطايا، وفي العالم الآخر لا فيه مذبح ولا فيه ذبائح. كمان الكهنوت لمغفرة الخطايا لمن يعترف، في الأبدية ما فيش مغفرة خطايا، ان ما كانش الواحد تغفر خطاياه على الارض يبقى ما فيش خطايا مغفرة خطايا فوق. فهم ليهم مركزهم لكن ليس لهم ممارسة سر الكهنوت، لان سر الكهنوت في العالم الاخر لا يوجد لا من جهة تقديم الذبائح ولا من جهة مغفرة الخطايا ولا من جهة تعميد الناس ولا سر الميرون. مين اللي هيعمدوه في العالم الآخر؟ كلام يا ابني قبل ما تقول يستمر في الكهنوت لازم تفهم يعني ايه يستمر في الكهنوت. دي مش ممكن. لا فيه تعميد ولا ميرون ولا حل ومغفرة خطايا ولا سر ولا تزويج. كاهن بيجوز ناس، والكهنوت هيجوز مين؟ مفيش. رئاسة الكهنوت بترسم أسس وشمامسة وأساقفة إلى آخره. فهل في العالم الآخر فيه رسامة؟ مفيش. فما تزعلش يعني، ما تزعلش. كمان في العالم الآخر إكرام الناس، إكرام الناس بحسب برهم ونقاوة خلقهم وليس بحسب الرتب. يعني استفانوس الشماس الأول ده جايز يبقى أعلى من كتير من البطاركة في الأبدية. صحيح الرتب حاجة، لكن هو له كرامته من أجل استشهاده ومن أجل أعمال البر التي كان فيها. في الأبدية مركز الإنسان ببره وإيمانه وليس بالرتب، وليس إيه بالرتب. يعني الآن برويس مثلا اللي احنا عايشين في منطقته لا كان كاهنا ولا راهبا ولا حاجة أبدا، لكن جايز مركزه في الأبدية يكون اكتر من اصحاب الرتب الكهنوتيه. دي ملهاش دخل بيت. انبا ابرام اسقف الفيوم اهو اسقف، لكن جايز في الابديه يكون اعظم من كتير من البطاركه. المسائل زي ما بقول لكم في الابديه يتميز الناس ببرهم وايمانهم وليس بالرتب.